وينضم الينا عبر سكايب الان الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم. بنتكلم عن مخالفات البناء طبعا وما تسببه من اضرار فادحه على الاقتصاد المصري، على الرقعه الزراعيه، على موارد المياه والصرف الصحي، ولذا لازمت هذه الوقفه يعني بتوجيهات رئاسيه بضروره التصدي لكل هذه المخالفات. كيف رأيت هذا التوجه من الدولة يا دكتور؟ أول حاجة لازم نعرف إن سيادة الرئيس لما اتكلم آخر مرة على موضوع الرقعة الزراعية اللي بنفقدها كل يوم، هو كان بيتكلم إن إحنا فعلاً في وضع كارثي. لو حللنا الأرقام الفعلية فنجد إن إحنا حتى 2018 فقدنا 224 ألف فدان. الرقم ده من رقم أجود طبعا الأراضي الزراعية. طبعا حضرتك 224 ألف فدان. الأرض دي بتطلع لنا الغذاء اللي الشعب المصري بياكله، بتطلع لنا مواد زراعية بتقوم عليها بعض الصناعات، بتطلع لنا مواد بنصدرها وبنجيب عملة صعبة. يعني تدمير الرقعة الزراعية في مصر هو تدمير للاقتصاد القومي. وفعلا زي ما قال سيادة الرئيس ان البناء على الأرض الزراعية أخطر من الإرهاب ذات نفسه. فعلا احنا بنخسر أراضي يومية، وهو حتى سيادة الرئيس قال وهو جاي في الطيارة شاف لغاية اللحظة دي ناس بتبني على الأراضي الزراعية. فما زال في ناس مش حاسة بالمسؤولية، مش حاسة بالكارثة اللي احنا فيها. الأرض الزراعية لما بيتبني عليها ما ينفعش تتزرع تاني. صحيح، بيتم تجريفها. عندنا ظهير صحراوي، طب ما الناس تبني في الظهير الصحراوي وتسيب لنا الأرض الزراعية دي زي ما هي عشان البلد تعيش. هو مش كفاية إن منطقة المهندسين ومنطقة الهرم دي كلها كانت أصلا زراعة؟ منطقة المهندسين دي كانت كلها زراعة، منطقة الهرم وفيصل دي كانت كلها زراعة. هذه المساحات الشاسعة كلها بنفقدها كل يوم، يبقى بندمر الاقتصاد القومي. طيب احنا بنتكلم دلوقتي ايضا عن تصالح في بعض هذه المخالفات، ازاي من وجهة نظرك يا دكتور سيف هتساهم يعني هذه العملية، عملية التصالح، في تحسين بقى خدمات المياه والصرف الصحي، تطوير الكباري والطرق، يعني كل الاموال التي يعني ستحصلها الدولة من هذا القانون ستعود مرة اخرى الى المواطن المصري بالطبع. هو لازم نعرف بس في اول حضرتك إن قانون 17 سنة 2019 هذا القانون قانون مؤقت وليس قانون مستمر، بمعنى إن هو هينتهي في 30 سبتمبر اللي إحنا فيه ده. أيوة. هينتهي بعد 28 يوم. هذا القانون فتح التصالح في بعض المخالفات وليس في كل المخالفات. نعم. زي ما الناس فاهمة. يعني إحنا أي حد بيتعدى على أرض دولة مفيش تصالح. أي حد بيبني على أرض زراعية مفيش تصالح. أي حد بيخرج بره خط التنظيم مفيش تصالح. فالتصالح ليس باب مفتوح لكل المخالفات ولكن لبعض المخالفات. ايوه.